أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وكذلك يجتبيك ربك
لقد كان في يوسف وإخوته
تلتقطه بعض السيارة لا تقتلوا سيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
صدق الله.